نعمل مع بعض وصفة هايلة جدا لتنظيف البشرة وتفتيحها، وبطريقة سهلة جدا وآمنة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. قبل ما نعمل وصفة النهاردة، حابة إن أنا أشكر أصغر متابعة للقناة. أصغر متابعة عندنا اسمها نورة، عندها 9 سنين. نورة طلبت مني إن أنا أقول اسمها في أول الفيديو، وأنا بشكرك يا نورة اللي أنت بتتابعي القناة بتاعتي. الوصفة بتاعت النهاردة مكسرة الدنيا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى مواقع السوشيال ميديا كلها، هي وصفة الصابونة والبيكنج باودر. الوصفة دي وهم وتحفة فعلا، كل اللي استخدمها بيشكر فيها. أنا كنت بستخدم الصابونة لوحدها مع النشا، بس أنا هعمل لكم الوصفة المنتشرة على اليوتيوب. هي وصفة جميلة جدا، وهي بديلة للحمام المغربي. طبعا كل اللي بيستخدموا الحمام المغربي عارفين الوصفة دي. الوصفة دي بتستخدم بدل الصنفرة، بتزيل الجلد الميت وبتفتح البشرة جدا. هنستخدم فيها قطعة صابونة، صابونة بريحة أو صابونة سانلايت، أي صابونة موجودة عندك. أنا عندي قطعة صابونة صغيرة، قطعة الصابونة دي ب2 جنيه. لو عندكم قطعة صابونة كبيرة هتاخدوا نصها. ومعايا كيس بيكنج باودر، مش هاخده كله طبعا. والمكون الثالث اللي معايا الخل. نبدأ ونسمي على بركة الله. أنا هبشر قطعة الصابونة اللي معايا. بسم الله، هبشر قطعة الصابونة. خلاص بشرت قطعة الصابونة، هضيف عليها معلقتين كبار خل أبيض. ممكن تستخدموا خل التفاح. ليه مش هستخدم مية؟ عشان أنا لو ضفت مية للصابونة، الصابون هيتجمد تاني، بعد ما هيفك هيتجمد تاني، هيرجع صابون جامد تاني. إنما الخل هيخلي الصابون كريمي ومش هيتجمد. هفضل أقلب الصابون في الخل لحد ما يدوب خالص. هقلبه لحد ما يدوب وبعدين هوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي، بعد ما قلبت الصابونة في الخل كويس جدا دابت معايا، بس خدت وقت كتير. لو عايزين تضربوها بالهاند بلندر او الكبة هتسهل عليكم اكتر. انا ضفت في الاول معلقتين خل، وحسيت اللي هي محتاجة تاني، فضفت لها معلقتين كبار كمان لحد ما بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه. دلوقتي هضيف على الصابون ده، الصابون والخل، هضيف عليه نص كيس بيكنج باودر او خميرة الخبز اي نوع. هو الكيس 3 معالق صغيرة، انا هاخد معلقة ونص بس كده. هقلب كويس. طبعا مع التقليب هيحصل فوران عشان في خل، والبيكنج باودر بيتفاعل مع الخل. قلبت البيكنج باودر مع الصابونة والخل كويس جدا، القوام بقى كريمي زي ما انتم شايفين، عمره ما هيجمد تاني عشان انا ضفت خل ما ضفتش مية. لو هتضيفوا مية هتلاقوا الصابونة هتجمد بعدها بشوية. الوصفة دي صدقوني وهم، هتخليكوا تسيبوا كل الوصفات اللي انتم تعرفوها وكل الماسكات وهتستخدموها هي بس. كل اللي استخدمها بيشكر فيها. هنستخدم الوصفة بتاعتنا ازاي؟ الوصفة بتاعتنا بديل لكل الصنفرة والحمام المغربي والماسكات طبعا اللي احنا عارفينها. لما بنيجي نستخدم اي ماسك او اي وصفة، بنختبر الماسك دوت على البشرة، جزء صغير من البشرة، عشان لو بشرتنا حساسة. خلاص جربنا وعملنا الاختبار وبشرتنا مش حساسة، هنستخدم بقى الماسك ازاي او الصنفرة بتاعتنا. بنجيب البشرة وبنفرد عليها الوصفة بتاعتنا، وبحركات دائرية زي ما انتوا شايفين كده، كأني بصنفر البشرة. وبعد كده اهو
بالمنظر ده، بسيب الماسك ده على البشرة لمدة ربع ساعة، اما احس اللي هو شد كده على البشرة او نشف، بعد كده بغسله بمية ساقعة، مش بمية سخنة، لا بمية ساقعة. وبعد ما بغسله وبنشفه هتلاقوا الفرق واضح جدا من اول استخدام. خلاص استخدمنا الماسك بتاعنا وجاب نتيجة. الكمية اللي فضلت معانا من الماسك هنحتفظ بيها ازاي؟ هنحتفظ بيها في علبة محكمة الغلق او برطمان، وهنشيلها في التلاجة، هتعيش معانا 6 شهور او سنة من غير ما يحصل لها اي حاجة. ليه بقى؟ عشان احنا حاطين الخل مادة حافظة والصابونة مش بتبوظ، فطبعا هنحتفظ بيه مدة طويلة. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.